السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في درس جديد إن شاء الله من خلاله نستكمل فيه بقية بناء الملابس لهذه الشخصية. في الفيديوهات اللي فاتت احنا بنينا التيشيرت وبنينا الجاكيت. أنا الأوان إن شاء الله إن احنا نبني البنطلون. طبعا أنا حاطط الجاكيت على اللاير وحاطط التيشيرت على لاير ايضا هخفيهم. وانا دلوقتي ببص لملامح الشخصية بتاعتي، هل انا مثلا هخلي الكاركتر دوت الوسط بتاع البنطلون بتاعه هيبقى جاي مثلا من نص بطنه، يعني في ناس بتحب ترفع البنطلون لغاية فوق شوية، ولا جاي من تحت البطن كده والبطن دلدل عليه شوية. فغالبا هنخليه تحت البطن ان شاء الله. ولكن انا مش هبتدي ابني الوست، انا حابب ان انا اجرب معاكم طريقة بداية مختلفة المرة دي في عمل البنطلون. ممكن طبعا اللي حابب يستخدم نفس التكنيكس اللي استخدمناها سواء في التيشيرت او في الجاكيت او اي تكنيك اخر، مفيش مشكلة. كل اللي احنا بنعمله هنا ان احنا بنبني مجرد بيز مش يعني متناسقة مع الكاركتر بتاعنا مش اكتر ان شاء الله. انا هجيب باذن الله تعالى كيوب، بولي كيوب، بوليجون كيوب، و اعمل له سكيل وامسح الفيس اللي فوق والفيس اللي تحت، اعمل لهم سيلكشن واقول لهم ديليت تمام، وهقول له سيلكت وهجيب الموف تول واطلعه لفوق كده شويه واعمل له سكيل اب بالمنظر دوت. هاجي سايد فيو اول روتيشن موف سكيل. بعد ما حطينا الكيوب بتاعنا في المكان دوت او في البوزيشن دوت، هروح ان شاء الله لي السبليت ايدج رينج اوبشنز، و هروح للاوبشن اللي هي مالتيبل ايدج لوب تمام، واجي اعمل له سيلكت واقول له هنا 2 لوب ومن ورا 2 لوبس ومن الجنب خليهم 3 3 من الجنب ده ده برضو 3. وهرجع تاني للموف واقول له سيلكت للفيس واطلع الفيس ده. انا حاسس ان السوفت سيلكشن شغاله هقفلها، كذلك الريفليكشن ممكن يكون شغال من الفيديو اللي فات هقفله برضو. طبعا اللي حابب يريح دماغه على طول يدبل كليك على الموف تول ريسيت اوبجكت كلوز تمام. ان انا حركت البوليجون دوت لبره اداني شكل قوس او شكل قرش للمجسم من هنا، وفي نفس الوقت خرج بره الكتله بتاعه الجسم. نفس الشيء هعمله هنا، واخد الادج اللي في النص دوت اطلعه بره شويه كده. اما بالنسبه للجنب دوت هعمل مع التو ادجز دول وادخلهم لجوه المنظر دوت. ال 2 اتشز دول نفس الشيء. لو جينا بصينا على الكيوب بتاعنا بدون المجسم نلاحظ ان هو بقى شكله بشكل السلندر. طبعا اللي حابب يبني السلندر كده على طول ويرميه على المجسم ما فيش اي مشكلة، يعني كل الطرق يعني واحدة. بعد كده هعلم على الفيرتكس اللي تحت ديت، اظهر المجسم تاني قدامنا، اقول لها سكيل بالمنظر ده وارفعها لفوق كده، هعمل سكيل تاني علشان تتناسق مع
المفروض بصراحة كنت عملت السكيل ده من الأول، مش مشكلة نقدر نظبطه بسرعة إن شاء الله. ويعني هو عامة عملية البولي موديلنج يعني زي ما بيقولوا هات وخد، ما ممكن تقعد إيديت للصبح فيها مفيش مشكلة. أهم حاجة عندنا إن إحنا نعرف الطريقة، مش إن أنت تشوفني وأنا شغال بس، لأ يعني زي ما أنا قلت لكم مجرد إن أنت عرفت الطريقة تقدر بقى إيه تشتغل مع نفسك. وديت ميزة إن إحنا تعبنا في بناء الكتلة أو المجسم بتاع الشخصية بتاعتنا، عشان الهدف بتاع الدورة زي ما إحنا قلنا إن إحنا نقدر نبني أي كاركتر يجيلنا ككونسبت أو كبروبوشنز أو السيرويد بتاعه والكتلة بتاعته والكلام ده كله. ان مجرد ما انت بنيته حتى مش لازم التفاصيل تبقى دقيقة زي ما احنا عاملين كده، ممكن تبني الكتلة بسرعة بس تكون صحيحة، و بعد كده تبني عليها الكلوس او اللبس بتاع الكاركتر بتاعك. طبعا ممكن واحد يحب يستخدم الاكس راي، مفيش اي مشكلة برضه. هنقول له select soften، هحاول ادي لل object دوت material مختلف او لون مختلف، وليكن وليكن مؤقتا اللون ده اي حاجة بس مختلف عن لون الماتريال التانية. وايه هقول له freeze transform reset transform duplicate special، تمام. وبكده يبقى احنا ديت اول خطوة من خطوات بناء البنطلون او الاوبجكت بتاع البنطلون بتاع الشخصية بتاعتنا. وبعد ما وصلنا للي احنا عملناه ده دلوقتي ان شاء الله هنبتدي ناخد ال edge اللي تحت دوت ونعمل منه extrude edge لللوب بتاعه كله لغاية ما نوصل عند اسفل القدم. طبعا كل واحد حسب الديزاين اللي شغال عليه، واحد يعمل شورت، واحد يعمل مثلا بنطلون بورتكوز مثلا، او واحد يعمل بنطلون والكاركتر بتاعه مثلا هيبقى لابس بوت فيعمل البنطلون لغاية هنا وينفخه شوية من تحت، واحد عامل بنطلون ضيق مثلا، واحد عامل بنطلون أوسع، واحد عامل بنطلون صياد، فتختلف. ولكن اللي احنا عاوزين نتعلمه من الدروس بتاعت الكورس بتاعنا ان احنا نتعلم الكونسبت الحاجة ازاي تتعمل، وفنيا بعد كده نتدرب عليها ان شاء الله، يعني نوظفها فنيا بعد كده. فأهم حاجة عندي ان انتوا تفهموا التكنيك وتعرفوا ان هو حاجة سهلة جدا مش حاجة صعبة. انا دلوقتي باذن الله هاخد ال نعمل سيلكت، طب سيلكت على ايه ايدج من دول؟ هيعمل لي سيلكت على الايدج لوب كله، الكلام كله حفظناه طبعا ان شاء الله. نعمل اكسترود، شايفين لما بعمل اكسترود ساعات بيحصل نتيجة مشكلة معينة، فانا هقول له حاجة تقريبا راجعة للنورمالز، ف هروح للموف لما تقابلني المشكلة ديت، وهنزل داون بالإيدجز اللي احنا عملناها، وهاجي أظبط الاتجاه بتاعها كده، وهقول له سكيل، هاجي أبص للبرسبكتيف بتاعنا لأن أنا محتاج أعمل سكيل في الاتجاه ده بس، وهقول له اكسترود تاني سكيل المنظر طبعا يعني على حسب ديزاين واختيار كل واحد يظبطه. ممكن واحد يحب ان هو يبني بس البيز مش وبعد كده يظبطها على الزيبرش، يظبط الشيبس بتاعتها على الزيبرش. واحنا ان شاء الله بعد ما نخلص دوت هنرجع نعدل في الشكل بتاعه تاني في الاخر.
انا شايف انا لو عملت سكيل قوي كده هيبان ان في تقسيمه جامده قوي للبنطلون. انا احب ان البنطلون يبقى مش ضيق قوي. هقول له سوفتن عشان اشوف الشيب اللي انا وصلت له. حلو طبعا يا بخت اللي هيعمل شورت، يبقى كده زمانه خلص يعني. اكسترود موف داون، واخد الايدج ده ازقه شوية على الجنب ده كذلك كده المنظر ده، وهنا ارجعه لورا كده. اقول له سكيل تاني بالمنظر ده. شايفين لما بعمل اكسترود الشكل بيبان كده كده دائري، نتيجة ان انا ظبطت اول رينج عندي فوق في اول الفيديو اللي هو المنطقة ديت. تعديلات بسيطة كده، طريقة مختصرة شوية. انا نزلت الاتش لتحت خالص كده ظبطته، نفس التكنيك اللي كنا استخدمناه في عمل كم الجاكيت. تلاتة مش كفاية، هاخد فور. أوبس. طيب أنا أحيانا بتقابلني المشكلة ديت في المايه، ولغاية النهاردة مش عارف ايه سبب الباج ده بصراحة. يعني ده باج موجود في المايه منذ أزل، يعني من زمن بعيد. فاللي أنا بعمله إن أنا همسح ده، وبعد كده هاخد من دوت كنترول دي تمام، وأقوله دوبليكيت سبيشال تاني، أو أسيف وأفتح السين من اول وجديد الاقي المشكله اتحلت. يعني يا ريت لو حد يعرف ايه سبب المشكله ديت، او ايه طريقه حلها، او هل مثلا في سكريبت كده في مايا عشان اتغلب على المشكله ديت، يبعت لي على الايميل ويقول لي. طيب انا بدل ما هعمل اربعه كده، انا هاخد تدريجيا اقول له واحد في النص كده، وارجعه لورا شويه وابص من السايد احسن زي ما احنا شايفين كده. طبعا ما ننساش ان ده يعني البنطلون، حاول نخلي الشكل بتاعه متناسق كبنطلون مش كرجل على قد ما نقدر ان شاء الله. أروح تاني واحد هنا واحد هنا.
هاجي من الجنب التاني، هروح للفرونت، اخفي الكاميرا اللي شكلها مضايقني ديت، طبعا الشيب شكله يعني مش قد كده دلوقتي انا عارف، ولكن زي ما اتفقنا احنا بنبني بيز مش هيتم تعديل مشاكلها او يعني الشيب بتاعها اكتر داخل الزبرش. ديت المرحلة التانية في بناء البنطلون. بالنسبة بقى ان شاء الله للمرحلة التالتة، كل اللي انا هعمله ان انا هاخد تو ايدجز اللي هنا دول، واقول له المرة دي اكسترود المنظر ده، اقعد المهم على جنب كده تمام، و دوت اقول اكسترود المنظر ده لغاية ما يلتقوا مع بعض، عندهم سكيل كده، نفس الشيء من ورا اللي مع الادج دوت اقول اكسترود. اوبس، عشان اخليه مستقيم ويا بالموف اضمهم لبعض كده. ودلوقتي هاجي للسبلت رينج او الانسيرت ايدج دو، و اضمهم لبره بالمنظر ده، واخد الايدج اللي في النص نفس الشيء، اطلع ده شوية ده شوية، او بالاحرى انا كده كده عايز انزله من تحت، فياخد واحد واحد بالمنظر ده، في الاخير ياخد الادج اللي في النص اضمه كده، واظبط البوزيشن بتاعهم. هبص من تحت كده عشان اشوف شكل الكيرف بتاع البنطلون، محتاج ان هو ينزل اكتر كمان. طيب عشان يعني اتفادى كتر التعديلات اللي انا بعملها كده كل شويه، هنستخدم نفس التكنيك بتاعنا القديم، ان احنا هنجيب واحد في النص ونطلعه بره المنظر ده، واوسطنه كده شويه، واجيب واحد تاني هنا كمان
وكده التعديل كان أسرع. select software. تمام. ديت المرحلة الثالثة في بناء البنطلون. أنا دلوقتي ببص نظرة عامة، يعني بعد ما بنينا التفصيلة ديت هنبتدي إن شاء الله دلوقتي نشتغل في المرحلة الرابعة. أنا هفتح الواير فريم وهجيب الكام اتش دول، هقولهم اكسترود داون، وهي اطلعهم من بره كده شوية، اكسترود تاني، المرة دي هدخلهم من جوه شوية في المنظر. اكسترود كمان مرة مش مشكلة. عشان انا شغال اخفي بس كده مؤقتا الجسم سوفت و اعمل سيلكت على الفيرتكس دوت واقول له في بريس في وبالمد الماوس اقول له سناب للفيرتكس ديت، سيلكت الفيرتكس هندوس في وبالمد الماوس سناب، سيلكت الفيرتكس هندوس في وبالمد الماوس سناب، بعد كده اعمل سيلكت لي تو vertex دول اقول له merge center جي جي repeat the last comment و نفس الشيء هعمله هنا. ولكن يعني مش لازم اعمله سناب، ممكن اعدل التكوين بتاعه بعدين. ودلوقتي انا هعمل التو vertex دول شوية كده على بعض عشان ادي لنفسي جاب او مساحة ان انا اقدر ابني اللي بينهم في النص. في حركة لطيفة انا ممكن اعملها، وهي ان انا ممكن اجيب الـ Append Polygon Tool بدل ما اعمل Extrude. تمام، انا ايوه كده بنيت مثلث، ولكن هجيب الـ Split Polygon Tool واقول له كليك انتر، وبعد كده الاقي الفيرتكس اللي ظهرت واجيب الموف احركها المنظر ده، الاقيها ادتني شكل كواد معايا. هاخد الكام ايدج اللي هنا وهقول لهم اكسترود، اجي عند السكيل اقول له سكيل المنظر ده، واجي عند الموف بريس اكس عشان اقول لهم سناب، وبعد كده هاجي للتو فيرتكس دول سيلكت عليهم ميرج تو سنتر، وكده احنا بنينا الجزء اللي في النص بكل سهولة. اقول له سيلكت واجي عند الجنب دوت المنظر ده كده، اقول له بره شوية ببص للشيء العام
بتاع تفصيلة البنطلون بتاعنا. هقفل الواير فريم ثواني و أشوف الأماكن بس اللي محتاجة تعديل بسيط وسريع في نفس الوقت. ممكن اخد الاجهزة اللي هي جنب اللي في النص ديت وانزلها لتحت شوية كده سنة بسيطة. الناحية التانية نفس الشيء. هقول له سيف وندخل بعد كده على المرحلة اللي بعد كده إن شاء الله. و هاجي أعمل زوم على الجزء دوت واحد اتنين تلاتة. أنا محتاج أعمل بس موفمنت للريدج دوت. واحد اتنين نيجي هنا نعمل اتنين و زي ما هما لسه عمل لهم selection أو remove بالمنظر ده. مبدئيا و دلوقتي هطلع أعمل select لي مجموعة ال edges ديت وأقول له extrude. طيب أنا دول هحركهم manually. هعمل select الاتنين دول merge to center وهاخد دوت وأقول له snap. select مش سنتر واخد الجزء ده كده اخرجه بره شوية. انا ممكن اعمل حركة لطيفة جدا. همسح ال edge ده وال edge ده كده و delete. تمام. واجي عند ال append سوري اجي عند ال append و اجي tool بحيث ان اختصر في الوقت معاكم في الفيديو. استخدم التكنيك دوت واجي عند ديت و اقوله واحد في النص و هاجي ابني ال edge ده كده واعمل select وامسح الورق كله مش عاوزه. تعالى اب كده شوية select soft
هحاول اظبط ال distance بتاعت ال edges او بتاعت ال polygons. انا محتاج احط دوب هنا المنظر ده. عند اللي في النص ده كده حاسس ان الديستنس كبيرة. لو جيت عملت واحد هنا يبقى حجمهم صغير، ولو هنا نفس الشيء. فعلمت عليه اقول له بيفل ابلاي اتريبيوت اديتور واقول له اوفست المنظر ده. هيجي ابص من السايد شايف ان دي الكيرف بتاعه عالي اوي، مش محتاج يبقى كل ده بالفعل. ده تعديلات مبدئية، هرجع أعدل تاني طبعا، ولكن أنا باخد ال general proportions. هفتح ال soft selection وهاجي عند المنطقة ديت و اطلعها فوق شوية اشوف الشيب هيبقى شكله ايه. خلي بالكوا انا عدلت المنطقة ديت بناء على المكان بتاعها اللي انا بنيته في المجسم بتاعنا، مش في اي مكان برمي كل حاجة كده وخلاص. خلي بالكوا انا لما باجي ابني البيز مش ديت مش ببنيها على السينما مثلا موديل هستخدمه كشخصية كرتونية وان انا يعني هخلي الفاينل بتاعه في الماية وكده، لأ. لان لو بعمل كده كنت هعمل سموس مثلا دوس ثلاثة واقعد ابص على الشيب واقعد اعدل التجاعيد والكلام دوت. انا مش هدفي دوت، انا هدفي ان انا ابني بيز مش جنرال بروبوشنز بتاعتها تبقى سليمة، وفي نفس الوقت البولي كاونت واللوب البولي كاونت تبقى مناسبة كليفل 1 داخل الزي براش. دي حاجة. الحاجة التانية ان ما يكونش فيها لوبس كتير علشان ما تضايقنيش اثناء النحت وتغيير الشيبس بتاعتها داخل الزيبرش.
بالإضافة إن ال distance between the faces تبقى متناسقة، بمعنى إن ما يكونش في face كبير أوي في face صغير أوي. أحاول على قد ما أقدر إن أنا أخلي ال distance between the faces كلها قد بعض. ليه؟ علشان لما نيجي نعمل سموث داخل ال ZBrush، فرضا لو جيت عملت سموث للبنطلون زي ده هو بالشكل دوت، هاجي الاقي بعد ما اروح لليفل 2 ليفل 3 ده بقى نفس العدد الفيسز اللي هنا، هو نفس عدد الفيسز اللي هنا، ولكن لما اجي انحط في المنطقه دي هيبقى تاثير الفرشه في الفيس دوت مختلف عن تاثير الفرشه في الفيس دوت، نتيجه ان انا بعد ما عملت سب ديفيجن ما زال حجم الفيسز اللي حصل لهم سب ديفايد هنا اكبر من حجم الفيسز اللي حصل لهم سب ديفايد في الفيس دوت، وبالتالي ان انا الاقي تاثير الفرشه بتاعي هنا ادق وهنا انا زي ما يكون في ارت افكت كده شويه. عشان كده انا بحاول اخلي الديستانس بين الفيسز ايفن على قد ما اقدر. المنظر ده نفس الحركة تاني، سلكت هنا بيفل ابلاي اوفست المنظر ده، انا سبت داون شوية. سيف احنا حاول اشوف الشكل العام للبنطلون مع اللبس. طبعا انا شايف ان البنطلون من تحت ضيق، انا عايز اعمله اوسع من كده طبعا، ف
الشكل ده دي بالسوفت سيلكشن. التعديلات دي انا ممكن استغنى عنها وادي البنطلون كده دايركتلي على الزبرش، طبعا بعد ما اعدل السمك بتاعه، السمك بتاعه من تحت يعني. واعمل التعديلات بتاعتي مباشرة بقى من جوه الزبرش، واوجع نفسي وارحم نفسي من وجع القلب بتاع المايه، وحرك فيرتكس فيرتكس وبتاع يعني. ولكن خلينا نظبط الامور هنا على قد ما نقدر ان شاء الله. هعمل حركة مختلفة شوية، انا عملت سيلكشن على الجروب دوت من الفيرتكس، دبل كليك على الموف واروح للنورمالز، باجي عند السهم الاصفر اللي اسمه ان اللي هو نورمالز، هوسعهم كده شوية واعمل سيلكت. اوبجكت هنروح بدل النورمال نخليها اوبجكت دلوقتي، وهنزله تحت كده اكتر، اطلع بدل فوق شوية واقول له حط لوب هنا كمان، وهبص من الجنب كده امسح بقى طبقات سبيشال دوت واخفي الحاجات ديت كلها. soft selection كده على بسيط واجيبهم على جنب كده، افتح ريفليكشن وافتح السوفتن منظر كده. الدور دلوقتي اصبر الجاكيت بعد ما عدلنا من التيشيرت، هفتح برضو الريفليكشن السوفتن، ممكن اكبر السوفتن كده شوية، اعلم على كام فيس من ورا، اخرج الجاكيت،
انا ما في سلكشن على على التيشيرت نفسه. لا انا هاجي عند الجاكيت اقول كده مظبوط، عايز اخد البنطلون من تحت زي برضه شكله مضايقني اوي. Selection, rotate, move. طبعا اللي انا بحاول اعمله ان انا ما زلت يعني معاكم بتخيل السراوندد او الكتلة اراوند الشيب بتاع الرجل. التعديلات اللي انا بعملها ديت يعني لا تستوجب ان كل شخص يعملها، ولكن هي حاجة راجعة ل يعني للمصمم نفسه اللي شغال على الموديل. هاجي عند الاتش اللي تحت دوت شوت منظر ده، وهاجي عند insert edge loop اقول له reset واعمل كام لوب كده نفس الشيء هنا. واقول له select، وهيجي عند الأجهزة اللي في النص أو ده سكيل. أوبس، لازم أقفل السطح سلكشن وأقفل الريفليكشن سكيل. وهيجي عند التوب سناب بالإكس سلكت ايرور. هاجي اعمل select للوب دوت وهقول له شوية و extrude. طبعا انا مش مهتم ان انا اظبط البنطلون من فوق نتيجة ان هو مش هيبقى باين تحت التيشيرت بتاعنا، ان المنطقة دي ملهاش قيمة اوي بالنسبة لنا. اوكي
طيب احنا بنينا البيز مش الأساسية بتاعة البنطلون بتاعنا. ألقاكم إن شاء الله في الفيديو المقبل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.